رد على البث. اتحاد عام أصحاب العمل نتابع كنا عن قرب ما قام به الأخوان الذين بادروا بإدخال التغنية في الزراعة. ويمكن إحنا كنا قبل يومين في اجتماع والأخ وجدي كان حضورا فيه، ونحن أشدنا بالأخوان من القطاع الخاص وذكرنا منهم الأخ وجدي شركة محجوب أولاد ومجموعة دال والعم معاوية محمد أحمد البرير، إنهم بادروا. ويمكن أنا برضو سمحت الآن في العرض هذا ما يجعل هنالك يعني حافز وتحفيزا لأخواننا من القطاع الخاص إنه يعني يسيروا في هذا الدرب. وكذلك يمكن في ذلك الاجتماع تمت يمكن مناقشة تكوين أمانة تختص يمكن بالمشروعات والتمويل، ووضعت لها لجان وأسماء على أساس أنها تقدم رؤيتها في خلال شهر. وحقيقة أنا يعني شايف يمكن المشكلة الكبيرة والآن طرحت إنه فعلا التغنية تحتاج لموارد كبيرة جدا، وكما ذكر الأخ كرم الله إنه الآن قال الحاصدة بالنسبة للقطن تمنها بحوالي 20 مليار اللي هي مليون دولار. وإحنا طبعا يا أخواننا كلنا جزء يعني من الاقتصاد، وبرضو الظروف الحالية ولا ظروف البنك المركزي وظروف الموارد وحجم الإنتاج وحجم الصادرات برضو يمكن فيه بعض العقبات. عشان كده يمكن الطرح بتاع أخونا كرم الله وهنالك مجموعات الآن بدأت يعني تحزم هذا الحزم. فأنا كنت بس برضو عندي سؤال اللي هي المجموعة دي الصفة القانونية بتاعتها، هل مجموعة مثلا من المزارعين؟ إذا شركة تكون كويس جدا، لأنه إحنا يا إخواننا ممكن مربوطة بموضوع التمويل الخارجي المتوسط الأجل، ويرتبط السداد بالصادرات من نفس المشروعات. أفتكر هنا المشكلة بتكون محلولة. إحنا ما عايزين نضغط برضو كذلك وزارة المالية ولا البنك المركزي بأنه يوفر موارد كبيرة جدا. يمكن الآن كنا في الطائرة إحنا قادمين، كنت يعني من حسن حظي بقرب سيد وزير المالية وتحدثنا يمكن في هذا الموضوع، وعلى أساس إنه القطاع الخاص ممكن هو برضو يجيب تمويل خارجي حتى للمجموعات دي، وإنه السداد ما ممكن المالية في النهاية يعني تعمل سياسات داعمة وتعمل ضمانات، لكن السداد actually بيكون من الشركة أو من الصادرات بالنسبة للشركة دي. فنحن مرة أخرى يعني نحيي الأخ وجدي، وفعلا مجهود كبير وأداء ممتاز، يعني أدانا مثال رائع للقطاع الخاص إنه يبادر مثل هذه المبادرة وهذه المخاطرة وهذا المجهود. فله الشكر وللشكر كذلك للإخوة في القطاع الاقتصادي برئاسة الأخ الأكبر مبارك عبد الله الفاضل نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار. سيد سعود البرير، النقطة الخطيرة اللي ذكرها والمهمة جدا ذكرها السيد سعود البرير التمويل. فالتمويل الخارجي بيجي سهل جدا جدا ومساب جدا جدا وبضمان المحاصيل، بشرط أن تكون هنالك شركات زي ما ذكر سيد سعود البرير. يعني بعد ذلك بضمانة المالية اتحاد أصحاب العمل مع غيره مع غيره. تذكر الحلقة اللي قبل الفاتت أنا استضفت هنا أخونا عبد الرحمن الجديع الزول المعروف يعني، فقال الآن شركات التمويل بتتسابق على السودان، ومن السهولة بمكان أنك أنت تلقى تمويل بعد ما هم طبعا عندهم بعملوا بيشوفوا دراسة الجدوى بيشوفوا الحاصل بيشوفوا الشركة بيشوفوا الضمانات وبعد ذلك بيمولوك. والتمويل ما بيجي إلا عن طريق القطاع الخاص يا أخواننا، وإنها ما عارفين البرنامج الخماسي أدى قال 83% من التنمية للقطاع الخاص، لأنه الآن العالم الخارجي ما بيتعامل مع الدول،
ما بيتعامل مع الحكومات باعتبار انها كوربتد وباعتبار انه في حاجات كثيره جدا جدا، ما بيتعامل الا مع القطاع الخاص اللي هو لانه عنده ضمانات وهو ذاته في نفسه بيمتلك الضمانات، وبعد ذاك البنك المركزي بيضمنه، البنك التجاري بتاع الشركه المعنيه، بعد ذاك بيجي البنك المركزي، بعد ذاك بتجي اداره الماليه، وبالتالي التمويل بينساب. فالمساله كلها يا اخوانا مساله تنظيميه ما اكثر من كده يعني. فافتكر النقطة ذكرها أخونا وشيخنا سعود البرير نقطة وياها جدا جدا، على أنه التمويل ما مشكلة وما من خزينة السودان ولا من حكومة السودان. نشوف أخونا كرم الله. قبل سنتين عملنا شركة الرواد القضارف الزراعية، لأنه أصلا القطاع النفطي فيه مشكلة أساسية مواجهة كل المزارعين هي قلة الإنتاجية وضعفها، وهذه المشكلة سبب جلياً إنه ما بيتم التخلص منها إلا باستخدام هذه التغانات. وأنا فاتني أن أشكر الأخ ويدي في الشركة الزراعية الأفريقية لهذا العمل المضني والعمل الكبير اللي شاهدتوه أنتوا اليوم، وده نحن ذاته خلانا قبل سنوات انه نقتنع، لانه ده بيان بالعمل يعني شفناه كلنا واقتنعنا بهذه التجربه وانها هي الحل. كنا بنفتكر انه مثل هذا العمل نحن في السودان ما نقدر نعمله، شفناه برا نحن الخواجات وغيره وكده، لكن ما ممكن نستجيب مثل هذه التغانات وهذه الاليات ممكن تدي مثل هذه النتائج في الانتاجيه. فلذلك نحن انا اقدر اقول انه القضارف كلها ومزارعينها هم على استعداد عشان يعملوا مثل هذا العمل كلهم بحجمه، صغار المزارعين عبر الجمعيات عبر الزراعة التعاقدية، كبار المزارعين انتظموا في شركات كما نحن فعلنا. احنا الآن 14 شخص عندنا مساحات كبيرة، عندنا بداية ومحاولات في امتلاك بعض التقانات عبر البنك الزراعي، ولا بد لي أن نشكر الأخوة في البنك الزراعي الأخ صلاح والأخ جلال لوقفتهم معانا في تمويل هذه الآليات. ولكن الآليات التي نحتاجها آليات كثيرة جدا ومكلفة، تكلفة كبيرة جدا، وواحدة من مطالبنا دائرة دعم للبنك الزراعي عبر بنك السودان لقضية تمليك هذه الآليات للمزارعين. عندنا رؤية في أن هذه الآليات لا يمكن أن نمتلكها إلا بتمويل متوسط وطويل الأجل، أي تمويل قصير الأجل ما نقدر، لأنه المبالغ كبيرة جدا. إذا كان الحاصدة بتاعت القطن 20 مليار الليلة قيمتها 20 مليار، يعني دي شيء مكلف جدا. والآليات دي العمل بالتغانات لازم يكون تغانة متكاملة، يعني من البذر الى الحصاد الى الترحيل الى الصوامع الى كده، يعني هي حزمه متكامله. احنا قعدتوا كثير، انا ما دار اتكلم لكم كثير، يمكن اخونا ويدي شرح كل المساله. نحن دارين نعمل النموذج بتاع ويدي، كلهم في مزرعته وكلهم على حسب قدراته، ونشترك النموذج ده مش لينا نحن، يعني احنا شاكرين الاخ ويدي انه روحه يعني روح ايجابيه، وهو ساعدنا وعملنا، وهو رئيس مجموعتنا بتاعت الرواد دي، يعني كان بيحسنا وبيجينا في القضارب وبيجتمع بينا ينادينا على اساس ان احنا نعمل كده وما في مخرج غير كده. لذلك نحن برضو اذا بدينا انا متاكد حتقوم 6-7 مجموعات اخرى، انا متاكد ان القضارب دي حتكون هي حتتغير، يعني اذا الحكومه وقفت معاها. نحن دارين نقوم بالسياسات طبعا، ما في دعم يعني ما الدوله ما حتدعمنا ولا حتدينا قروش، نحن دايرين سياسات مرنه على اساس انه نقدر نشتغل ونقدر ننتج. والبرنامج الخماسي بتاع الدوله المطروح واللي الان مشت فيه يمكن 3 سنوات كله معتمد على الزراعه، وما في حل لنا كلنا، ده كلام المسؤولين كلهم وكلامنا نحن، انه ما في حل غير الزراعه والانتاج. الانتاج ده في بعض العقبات واقفه في طريقنا، نحن مع بعض نقعد نزللها ونعمل. ولاية القضارف يمكن ولاية هي أقرب ولاية للمينا، وهي ولاية بتاعت صادر، ونحن في 2010 تكلمنا وعملنا برنامج هنا ده في الولاية دي، قلنا ده زراعة من أجل الصادر. ولاية القضارف دي ما حبوا أصلا ولاية تنتج
عشان ناكل. باقي الولايات الداخل السودان اللي يعملوا للاكل وللمواطنين ولكل الولايه دي لان عندها ميزات نسبيه تكون ولايه الصادر. والولايه دي انا اقول لكم الكلام ده قبل كده، انا لما كنت والي في 2010 قلت للاخ النائب الاول علي عثمان في زياره انه القبائل دي ممكن تزرع 2 مليون فدان سمسم بكل بساطه، تزرع 500 الف فدان قطن مطري، تزرع 1 مليون فدان زهره والباقي ذره. انا افتكر برنامج كويس جدا يا اخ الوالي، الاخ الوالي يعني هو راجل زراعي برضه، جاء طرح نفس القصه دي، قال يا اخواننا تمرقوا من القصه بتاعت الذره دي للمحاصيل البديله دي. المحاصيل البديله دي دارت اغانات، الذره طبعا محصول سهل يعني بتزرع باي شيء تشتت وزي ما بقول متعافي الشخبط والبطاطا تمشوا نشخبط ونفوت. لكن المحاصيل الثانيه دي دايره تغانات، والتغانات دي مكلفه ودايره سياسات ودايره يعني اشياء كثيره جدا جدا. نحن البرنامج ده كله يا اخ وزير الماليه هو في وزاره الماليه منذ السنه اللي فاتت، وقعدنا مع الوزير الاسبق بدر الدين مشكور وتجاوب معانا، يمكن قعد معانا اجتماعين وتفهم هذا الامر ووعدنا بانه ينفذ، وحصل التغيير الوزاري وحصل الخريف. عشان كده احنا يمكن ما قابلناك، ويمكن اخونا ودي يعني طمنا وقابلك وكده، والورق ده كله مع الوكيل عبد الله. فنحن دايرين من وقت مبكر نبدا في المساله دي ونمشي بيها، وبعد ذاك البيان بالعمل تعالوا حاسبونا. نحن ناس جاهزين، ناس مربوطين بالارض، ناس مزارعين حقيقيين. التغيير اللي بيحصل في القبائل ده هيحصل في كل ولايات السودان، انا ده كلام بقوله لكم. يعني حتى استخدام الطغانات الان الموجوده دي البسيط منها وكده، لما عملوه مزارعين القطارف مشى في سنار، مشى في النيل الازرق. هسه عندنا بعض الاخوه في جنوب كردفان مع بعض الشركات عشان يوروهم كيف يحصل التغيير وكده، والقطارف فيها رائده في الزراعه المطريه. طيب كلام الله واضح جدا جدا، ولفت نظري حكايه قال الحاجات دي ما شفناها عند الا عند الحوايات، وحقيقه والله انا شفتها في كاليفورنيا وشفتها في جنوب افريقيا، اصلا ما شفتها قبل كده في السودان. الحاجه الثانيه انه صغار المزارعين عندهم تمويل اصغر، عندهم شركات تعاقديه قبل المزارعين، لا بد لهم من التغانات دي ولا بد لهم من التمويل الكافي. في نفس الجلسه كان يتكلم وزير الاستثمار السيد مبارك الفاضل ويتكلموا على الولايه، وكان كلام مهم جدا جدا، لكن للاسف الشريط ده ما عندنا، احتمال يكون في شريط ثاني لو تحصلنا عليه بنجيب لكم في حلقه قادمه. كلام كثير لكن زماننا ضايق. يسعدني جدا يكون معي الباشمهندس العوض عباس. العوض السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا بروف. الباشمهندس الزراعي العوض عباس من المهتمين جدا بهذا بشؤون الزراعه، وعنده فيها مبادرات وكتابات كده. علق لي عن الشيء الحاصل ده شفته ده يا سيد العوض. أول حاجة أشكرك على البرنامج الهادف الناجح، وتحية لكل المشاركين. أنا أدخل معاك طوالي على التجربة وحديث أخونا وجي بأنه المسألة دي وراها بيت خبرة، يعني في تكنولوجي باك اب، يعني في مرجعية. نعم. ودي مسألة مهمة جدا. نعم. الشيء الثاني احنا برضه بنستصحب معانا التجارب السابقه، لانه تاريخ الزراعه المطريه الهدف ما كان واضح من الاول في زمن الاستعمار، وبعد لما الناس جوا في السبعينيات وكده. نعم. كان الهدف تجاري وقطع الاشجار وخلافه. نعم. في التجارب الناجحه يعني ابتداء من مشروع سمسم الكندي. نعم. والزراعه الصفريه زي ما تفضلت في الشركه العربيه في الدمازين. في الدمازين. نعم. لانه ده كان القصد منه انه الناس يستفيدوا من الامطار الاوليه، يعني الناس حتى في الزراعه المطريه يرجوا 100 ملي و150 لغايه الشق ما يسد، ودي مطر كثير بيكون ضاع للناس. دي الان تجارب ناجحه. نعم. انا بقول انه الزراعه الاليه هي زراعه مهمه جدا وعندها دور كبير جدا، لانها هي زراعه الحجم الكبير اللارج سكيل والممكن تستخدم فيها التغانات زي ما شفنا. نعم. في التجربه الناجحه دي. نعم. ده المفروض تكون مربوطه بالاحزمه الشجريه، يعني المزرعه تكون متكامله. نعم. الطرق الزراعيه اهم من ده كله، المزرعه بتاعت حصاد المياه، يعني اي مشروع الليله في الزراعه الاليه المطريه لابد انه يكون عنده مصدر بتاع حصاد مياه، يكون في خزان الري التكميلي. الري التكميلي
لرعاية التكميل، لأنه الزراعة الآن أصبحت فيها تقانات، فيها آليات بتمويل عالي، فيها أسمدة. وبعدين هي كمان هي باشمهندس جايبة حقها، الزراعة جايبة حقها يعني الآن أصبحت يعني ذات جدوى عالية. نعم. وأيضا نمشي بها خطوة ثانية أن تكون زراعة متكاملة. نعم. بمعنى انه يكون في الحيوان وتكون في الصناعه، تكون انتجريتد اجرو اندستري، يعني اجرو اندستري الصناعه التحويليه. الصناعه التحويليه. نعم. طيب احنا ده زي ما تفضلت بيحتاج للتمويل. نعم. اخون كلام السيد وزير الماليه اهميه الحفاظ على الموارد. لانه يعني احنا حاسه في موارد كبيره جدا مهدره. نعم. التنميه الراسيه للزراعه بتدينا القدرات الكافيه وتدينا زراعه منتجه وزراعه ننافس بها في الاسواق. طيب المطلوب منه شنو للحفاظ على هذه الموارد والتنميه الراسيه؟ اهميه السياسات المشجعه. انا اذا ضربت مثل عن التمويل، الان اموال الذهب ما بتمشي الزراعه، بتمشي العقار، بتمشي استثمارات اخرى، لانه الناس دايره العايد. فانت اذا بقى عندك سياسات مشجعه بتجذب هذه الاموال للزراعه. المنتج الصغير، انا في القضارف بيعتبر انه الالف فدان ده منتج صغير. بعتبره منتج صغير لانه الاليات اللي عرضت في النموذج بتاع وجدي دايره مقدرات ماليه كبيره عاليه جدا. هاي اذا انا هني بجمع القدرات، بجمع قدرات صغار المنتجين، يعني اذا 50 مزارع دخلوا، 100 مزارع دخلوا، دي 100,000 فدان. اذا بتبقى منصه لتمويل مقتدر، ويقدروا كلهم هم يكونوا كصاحب مشروع. ايضا حتى بالنسبه لكبار المزارعين ممكن هم يكونوا مع بعض شركات. احنا بنقول صغار المنتجين تجميع قدرات، كبار المنتجين لانه الشركات راس مال. نعم. وصغار المنتجين قدرات. نعم. تجميع قدرات صغار المنتجين تجميع قدرات. ها وديل تجميع راس مال. كبار المنتجين. نعم. عشان كده هم بعد ذاك يبحثوا بيقدروا يتحصلوا على التمويل بتاعهم. الصغار المنتجين ده لما يتجمعوا قدراتهم دي هي بتبقى لهم الضامن. نعم. للتمويل. نعم. ودي لما تجي عليها سياسات المشجعه بتبقى المساله ذات جدوى. نعم. وما بنهمل دور الحكومه. نعم. البنوك تمويل ربحي. نعم. والزراعه تمويل ائتماني. نعم. والدوله مهمة التنمية والاستقرار، ونحن في الألفية دي بنتكلم عن التنمية الريفية المستدامة. نعم. ودي مسألة يعني أصبحت واحد من الأهداف الكبيرة جدا اللي بتميزنا وتخلينا ندخل الألفية وندخل التجارة العالمية وخلافه. طيب يا باشمهندس سؤال. نعم. نتكلم شوية كده عن القطاع الخاص وتشجيع القطاع الخاص. نحن من الجيل، أنا ما عرفت عمرك كم، لكن نحن من الجيل اللي تربية اشتراكية، والكلام عن القطاع الخاص وسهلوا له سووا له، والله هسه انا لاقي حرج في انه انا اقعد اشكر في القطاع الخاص. احنا ما تربي شويه، انا من دورك ما اكبر منك، من دورك. انا من دورك ناس السبعينات، في الجامعه تلاقينا في الجامعه نحن يعني ازل من صاحبك عبد الماجد. عبد الماجد اللي خليتك كده اكبر مني. فالان احنا بدينا نتكلم الان بوضوح وبكل بجاحه يا اخوانا، القطاع الخاص ده لا عنده دور ولا بد. يعني بنقول الكلام ده كأمر واقع ولا برضا ولا لا؟ نحن بنقوله كأمر واقع وبرضا. والقطاع الخاص ذاته محتاج إلى دعم من الدولة، لأنه الليلة أمريكا بتمول القطاع الخاص. القطاع الخاص عنده دور. نعم. القطاع العام عنده دور. القطاع التعاوني عنده دور. دي ثلاثة قطاعات في قطاعات الملكية. نعم. القطاع التعاوني ده ساعه ممكن تحل محله رابط المنتجين بشيء من التحوير، لكن ده خلي نخلي حته ثانيه. ارجع لك لكلام عمنا حسن مصطفى. نعم. لانه انت لو لاحظت انه في كلامه قال الجمعيات دي الان في تنازع وفي صراع. نعم. الصراع ده لانه الخلفيه بتاع تكوين هذه الجمعيات الخروج من اتحادات المزارعين. نعم. وما تم خروج كامل. نعم. يعني بقت كده نخليها لحلقه جايه، وان شاء الله انت تكون معنا ضيفنا داخل الاستوديو. لكن نرجع شويه لمساله القطاع الخاص. زي ما قلت القطاع الخاص عنده دوره، والقطاع العام الحكومه دوره. عندها دوره، والقطاع التعاوني اللي هو الان بقى ممكن تحل محله رابط المنتجين دي.
لحد ما يعني احنا انا ارجع بيك وحارجع لكلام دكتور عجيمي وزير الزراعه بعدين أي. لانه احنا كان في مسوده بتاعت قانون للتعاون الزراعي نعم من ايام اخونا المرحوم دكتور مجذوب في وزاره نعم. الزراعه نعم الشاهد انه حتى المنتجين لما ينتظموا في جمعيات او في تعاونيات ويكونوا عندهم يعني جسم معتبر يسهل التعامل معه يسهل التعامل معه وتطويره لأنه أنا الليلة كقطاع خاص دخلت في شراكة في مشروع معين لما أتحدث مع جسم وأتعامل مع جسم العلاقة بتكون علاقة مؤطرة وبننمي بعض يعني حس على الليلة المنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بيدعموا الشراكات والزراعات التعاقدية في مصر دي موجودة وبيدربوا المزارعين بيدربوا المزارعين عشان هذه الشراكات تكون شراكات مستمرة ومستديمة وحتى القطاع الخاص ما يجد المعاناة في انه يتعامل مع افراد بتبقى المسألة ما مؤسسية نعم فالعمل المؤسسي طيب. بديك القاعدة الانتاجية المستقرة طيب القطاع الخاص كده نجي للقطاع الخاص بتاعنا يا. هل القطاع الخاص بتاعنا في السودان بصراحة كده كومبيتنت مؤهل انه يقوم بشيل الدور اللي بنتكلم عنه الان وهو يجب ان يؤهل يعني الليله النماذج الموجوده دي ما تفضلت يعني النماذج دي طبعا يا 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 باشمهندس حقنا نحترم بانه اختصرت لنا طريق طويل جدا يعني الان احنا نتكلم عن البيان بالعمل ادت القناعه اخواننا في وزاره الماليه زمان بيتكلموا عن انه الزراعه دي ككل بير اي بتدخل فيها القروش ما بتمرق ما بترجع ثاني طيب. لانك انت الزراعه ما اديت حقها اي الزراعه كعمل لابد انها تديها حقها بالكفايه برضو عندي تعليق على كلام اخونا عمر عبد الرحيم يعني عمر عبد الرحيم بينضم برضو عن المزارع الزمان هو داير يتطور لكن بينضم بعقليه المزارع التابع لمشروع الجزيره نعم احنا لو قلنا العمليه الانتاجيه اللي هي مثلث اضلاعه التسويق التمويل الاداره الاداره دي بتدخل فيها الاداره المزرعيه الفارم مانجمنت نعم الفارم مانجمنت من المزارع ده ما ارشاد لا ما بقول لك لا غير الارشاد ده ما سيستم مفقود الان ده سيستم مفقود نعم يعني الاداره تحت الاداره المزرعيه اللي بتبدا من المزارع ويكون عنده الجمعيه بتاعته قال لي لا اوروبا وامريكا كل صغار المنتجين هم في جمعيات تعاونيه نعم وعندهم الجمعيات النوعيه للتسويق وللتمويل وعندهم البنوك يعني الليلة أمريكا فيها أكثر من 20 بنك تعاوني هولندا فيها البنك تعاوني كبير جدا بمول المنتجين وفي جمعيات تعاونية كبيرة جدا اللي هي شغالة بتسوق على المستوى العالمي ودي كلها تجمعات بتاعت منتجين وفي تعاون بين القطاعات يعني القطاع الخاص والقطاع التعاوني أنا لما يبقى شريكي مقتدر أحسن لي من الزول الضعيف اللي بيجر لي تحت نعم فأنا بفتكر المسائل يا بروف بتحتاج إلى إنه الناس يعني يقيفوا عندها كتقف لي عند القطاع الخاص الآن مؤهل أنه الرواد الثلاثة ذكرناهم ديل أنه في كم في ممكن يكون 30 20 40 شركة حديثة ممكن في حالة شنو بأسس أها بأسس أها الأسس يعني في القمة تحسين السياسات وتكون سياسات مشجعة ليه عشان يمشوا لقدام كويس سياسات مشجعة نعم سياسات مشجعة الآن شراكات حتى مع صغار المنتجين برضو صغار المنتجين لابد إنهم يؤهلوا وينتظموا حتى إنهم يكونوا تكون الشراكة وين وين فده بيطورنا وبيخلينا نمشي ما خايفين الان احنا بنتكلم يقول لك ممكن تؤدي الى اقطاع في النهايه السودان ده كله يمسكوه 15 نفر وينتهي لا ما يمسكوه 15 نفر انت لازم توازن يعني انت مع قطاع صغار المنتجين تحافظ عليه لازم اول حاجه الفورشنات اللي هنا فيها يا باشمهندس انه القطاع المروي عندنا كله صغار منتجين ما القطاع المروي مؤسسه الزراعه ذاته هي بارك الله يعني في الانجليز اللي عملوا المساله دي معتمد على صغار المنتجين نعم والانجليز ده اللي احترمونا كثير يا بروف بالذات مشروع الجزيره ده يعني كم ممكن يدوا ممكن يدوا زي الواحد كم الملك الحر ده الملك الحر ده الانجليز نعم الليله امشي كينيا
امشي جنوب افريقيا امشي كينيا امشي جنوب افريقيا ما ملكوا المواطن الافريقي ارض. نعم الدول الأبرتالية. انت عارف انت عارف يا باش ما تسمى الجزيرة دورة صومالية سودانية بالاسم. الانجليزي قالوا له نو ما عندكم ولا حواش هنا. وانت تعرف انه اخر مدير في الجزيرة جيسكيل جيسكيل سنة 53 لما جات السودانة قالوا له رأيك كيف يدار مشروع الجزيرة؟ قال لهم ده مشروع تعاوني. نعم نعم. وانضبطهم تعمل الجمعيات بتاعة المزارعين. نعم. وانضبط الشراكة بين المزارعين وبين الإدارة وبين الدولة. نعم. نعم. الإدارة ذات شريك يعني. نعم. انت ممكن تجيب نفس الشركة الإنجليزية. نعم نعم. تدير. والدولة شريك لأنها عندها البنيات. أو شركة وطنية ما بضر الإنجليزية. أنا بقول لك يعني دولة إكستريم يعني. نعم. والمزارع من خلال جمعياته. نعم نعم. من خلال جمعياته. نعم. Why not. نعم نعم نعم. واضح طبعا احنا يعني دارين فكر زراعي حقيقي. الان شايف شنو انت الان التجارب دي كلها تجربة الرواد الراسمالية وتجارب الشراكات مع المزارعين وانت ذول عندك خبرة في المجال ده قبل كده كنت في شركة عربية للاستثمار في الدمازين للإنماء الزراعي في الدمازين وكده شايف شنو الان جديد يا باشمهندس؟ والله هو ده تحرك في الطريق الصحيح. نعم. واي عمل اي عمل عشان يتطور بيحتاج الى تقويم يعني. نعم. التجربة ذاتها ان احنا بروف. نعم. بينقصنا كذلك التخطيط. لأنه التخطيط هو بيخطط وبتكون في متابعة. أنا داير تجاربي دي ذاتها في كل نهاية موسم ليه ما يكون في مؤتمر زراعي. نعم. يقيم كل العمل. يقيم المشاكل ويزعى لحلها من الواقع من التجارب الحاصلة من التجارب. أيوة. نحن محتاجين للرصد ومتابعة يومية للشيء الحاصل ده. وفي النهاية لا تجاربنا افتكر بقت الحمد لله وصل مرحلة من التراكم ممكن تدينا خارطة الطريق ولا في زول ينظر لنا ولا يكلمنا كلام برا عشان نمشي البنيان يستمر. البنيان. نعم. يستمر بشيء. نعم. باش مهندس يا اخي انا والله شاكر ومقدر يعني كلام حلو لكن زمننا انتهى يمكن ادونا كمان بس واحدة اخيرة. اتفضل يا باش مهندس. معلش ما قال مش بتاعت حامي يعني. نعم. لكن انا دار اقول لك انتوا تكلمتوا عن الغصن المحور. نعم. انا ارجو انه المرجعية في الغصن المحور تكون البحوث الزراعية. نعم. ما دارين نكتشف العجلة. نعم. ما دارين نكتشف العجلة. نعم. لكن لابد تكون عندنا مرجعية. نعم. اذا ظهرت لنا اي دروباك ظهر زي ما في امراض السلام نجيبه. لكن انا قعدت مع ناس السلامه الحيويه بتاع القطن المحور كانوا عملوا جلسه في جامعه النيلين وجاء الناس المسؤولين منه ويتكلموا ودافعوا عنه دفاع ما عادي وانا قلت لهم احنا ما عندنا اعتراض. أي. احنا دارين المرجعيه. نعم. المرجعيه عيناتنا تخرج من بحوث الزراعيه. ده كلام صح. ده كلام عشان صح. عشان تبقى هي المسؤوله اذا حصل اي خلل. صح. اتفق معك. أيه. جزاك الله خير. اديكنا. شكرا جزيلا. احنا شاكرين ومقدرين يا بروف. ربنا يوفقك. يوفق الجميع ان شاء الله. اخونا الأوضاع عباس. وانا يعني بمناسبة القطن المحور كان في ندوة عملت في جامعة النيلين اتذكر. لا والله ما في جامعة النيلين. هاي تصور كده انا حضرتها. وجو الناس المسؤولين ناس السلامة الحيوية وإيه كده هم المسؤولين الدولي في الحتة دي وتكلموا عن تجاربهم وعن حياة كثيرة جدا جدا. إن شاء الله برضو كمان نستضيفهم عشان يقولوا كلامهم والشايف غير كده برضو نحن نستضيفه ويقول كلامه ما نحن يعني من دعاة الشفافية والناس تتفق وتختلف لكن في النهاية تصل للشيء الصح. الحلقة دي انتهت. اعتقد انها حلقة مختلفة المرة دي. انا ما ادري اشكر عشان هاتفي مجروحة. حتعاد بكرة اللي هو سوري يوم الاثنين الساعة 12 نهارا يعني للناس اللي جو في اخرها وما شاهدوها او اللي زول دار داخلها في يوتيوب او غيره. يوم الاثنين الساعة 12 حتعاد هذه الحلقة المختلفة. اعتقد انها من الحلقات الفاتت. اشكر الشباب اللي نفذ هذه الحلقة من مخرج لكاميرامين صوت لضوء كله جماعة ديل وأشكر السادة المساعدين أنا طوال هذه الفترة. نلتقي السبت القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية زين.